ووضعنا خطة طريق يعني محددة حتى في الزمن لكي ننطلق في الطريقة الصناعية والذهاب إلى باطن المكمن في هذه المنطقة إن شاء الله في أقرب وقت. راح يكون دفتر شروط البحث عن شريك تكنولوجي قادر يواصل معنا، وإحنا الحمد لله الآن ما ناش رايحين يدينا فارغين، رانا رايحين بكم بعمالنا بمؤهلات اللي اكتسبتوها، الخبرة اللي راي عندكم الآن.